اديله بقى شوية زيت كده على الوش. ايه الجمال والريحة دي، كتير منكم ما يعرفوش الاكلة دي. بص بص الجمال، بص القوام بتاعها، طريقتها سهلة ومفيش، مش محتاجة اي نار، وغدا تحفة. صباح الفل عليكم. طبعا انا عارف انك حران ومش طايق نفسك ونفسك تاكل حاجة بس مش عارف هي ايه. ليك شوية بطاطس محمرة وتعالى ورايا على المطبخ. هتجيب كبة، أكلة سهلة وسريعة وحرشة وعلى قد إيدك، وكمان مش هتحتاج نار. يلا بينا. دول حوالي 200 جرام رنجة مخلية، على شوية شبت أخضر، على نص بنجراية مسلوقة، على بصلاية صغيرة، على فصين توم، ربع فلفلاية حمراء أو خضراء أو صفراء اللي تلاقيها عندك، قرن فلفل حامي، معلقة كبيرة زبادي، على معلقة كبيرة كاتشب، وما تستغربش الكاتشب دي هتعرف في الآخر، على حوالي 50 جرام طحينة، شوية خل صغيرين، هتعصر بقى عليهم ليمونتين تلاتة حسب ذوقك، على شوية كمون وشوية شطة، شوية زيت، وهتسيب الملح للآخر خالص حسب الرنجة اللي انت جايبها دلع ولا مش دلع. ودلوقتي بقى هنديهم ضربة في الكبة وأوريكم منظرها. اديله بقى شوية زيت كده على الوش، اتفرج على الجمال. ايه الجمال والريحة دي، حاجة ايه تفتح النفس. طريقتها سهلة ومفيش، مش محتاجة أي نار، وغدا تحفة. يلا بقى ندوق كده، بيليق عليها قوي العيش الشامي دي اللي هو اللبناني. من جمالها تتاكل بمعلقة. نسيت أقول لكم ان وانا بضربها زودت نص معلقه سكر عشان تعادل الحموضه. والله يا جماعه شويه بطاطس محمره ورغيفين عيش، ولا تقول لي اجدعها غدا. تحفه.